الآن ابن الروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة 20 برمهات الكنيسة بتحتفل بإقامة لعازر من بين الأموات، وبتحتفل كمان بنياحة القديس البابا خائيل 56. هو أقيم بطرك في 25 إبريل 880 ميلادية، والعصر ده كان عصر خلافة المعتمد دولة العباسية، وكان في مصر رئيس الجيوش واحد اسمه أحمد ابن طولون، اللي منكم له في الأثار وكلام من ده، من أشهر الجوامع اللي في مصر جامع أحمد ابن طولون، هقول لكم قصته كمان شوية. لكن مهم أنه كان رئيس الجيوش بتاعت الدولة العباسية، وفجأة أحمد ابن طولون ده شعر أنه هو عنده قوة عسكرية كبيرة. وقتها الدولة العباسية كانت ابتدت تضعف، فراح أعلن أنه والي مصر وانفصل عن الدولة العباسية. مش كده وبس، ابتدى يجهز جيشه ويعمل حروب، يسافر علشان يستولى على الشام، منطقة الشام، سوريا ولبنان والأردن. وجه في مصر وراح، كان في جنب مصر القديمة أو الفسطاط كان في حاجة بتاعت ميل، متر مربع، ميل مربع، كانت قبور الأقباط وأملاك الأقباط، حط إيده عليها. أول ما أعلن نفسه والي حط إيده عليها، وكانت الأقباط واليهود، مقابر الأقباط واليهود وبعض أراضي كده يعني. فخدها وراح إداها للأمراء بتوعه كنوع من أنواع الهدية علشان يضمن ولائهم، وقال لهم ابنوا قصور ليكم في المنطقة دي. وكانت منطقة المانيال والحتة دي اللي هي المنطقة اللي اتبنت عليها، وهو عمل نفسه قصر كبير، وابتدى يعمل كمان يعملها دي عاصمة الخلافة. حارب الخليفة العباسي زي ما قلت لحضراتكم، وراح عشان ياخد الشام، والخليفة العباسي وجد انه هيهزم، فعمل صلح بينه وبين أحمد بن طولون، وحتى هو اتجوز بنت الخليفة لابنه خماروي. في وسط انشغال أحمد بن طولون بالحروب وكلام من ده، حصل رسامة البابا خائيل، وده اللي خلى رسامته من غير مشاكل، يعني نتيجة أنه هو كان مشغول في الحروب. وأول ما قعد البابا خائيل، كان وقتها العصر اللي قبل منه كان مشاكل وقلق زي ما قلت حضراتكم قبل كده كتير، فاتهدت كنايس، فابتدى البابا خائيل يدشن كنايس ويبني كنايس ويعمر أديورة من تاني وسط الوالي وهو كان مشغول. وبعدين كان الوالي بيحضر الحرب بتاعت الشام، حصلت قصة مش لطيفة، إن البابا راح أبروشين وأبروشيات علشان يدشن كنيسة، بنى كنيسة، اتبنت كنيسة، فراح يدشن. وهو بيدشن الكنيسة حصلت مشكلة بينه وبين أحد الآباء في الأبروشية دي، والأب ده تجاوز جدا وعمل له مجمع واتحرم الأب ده. الأب ده ما كانش له ولاء للكنيسة، وروحانيته ما كانتش كويسة، حتى إنه راح لأحمد بن طولون وقال له البابا خائيل معاه فلوس كتيرة جدا، وإنت أنا عارف إنك رايح، أنت عندك تكلفة كبيرة علشان الحرب بتاعت الشام، خده منها. طبعًا هو تخيل إن ده الحل، إن كان هو كان محتاج فلوس، راح جاب البابا خائيل وقعد يلطفه وقال له أنت عارف إننا عندنا جيش وعندنا حرب وكلام من ده، وأنا عرفت إن عندك فلوس كتيرة، أنا عايز منك فلوس. فالبابا قال له أنا معيش فلوس، مين اللي قال لك كده؟ قال له واحد من عندكم في الكنيسة، فلان قال لي كده. قال له فلان ده له قصة، في له خلاف معايا، عشان كده وشى بيا عندك.
قالوا يعني ما فيش فلوس؟ قالوا أنا ما عندناش فلوس، اللي قبل منك خلص على كل الفلوس. فقالوا طيب اديني الأواني بتاعة الهيكل، لأنه قال لي إنك عندك أواني فضة وذهب في كل مصر، فهات كل أواني المذبح الذهب والفضة وأنا أسيحها ويبقى عندي ذهب وفضة. قال له استحالة أعمل كده. قال له يعني إيه؟ قال له يعني الأواني بتاعت ربنا دي ملك الله، إزاي أديها لك؟ قال له كده؟ طيب. راح حط إيده على البابا وسجنه هو والشماس اللي كان معاه، هو البابا كان معاه شماس، أخده سجنه هو البابا وقعد يعذب فيه السجن. الأقباط حاولوا إن هم يجمعوا فلوس ما عرفوش. فقعدوا كبار الأقباط يتكلموا مع رجال الدولة لحد ما لقوا حقيقة، يعني ده يذكر التاريخ ده، وزير مسلم كان عند أحمد بن طولون وكان متعاطف جدا مع الوضع، والأقباط قالوا له فعلا ما عندناش فلوس. فتوسط عند أحمد بن طولون إنه يخرج لنا البابا بتاعنا. قال له هو مصر إنه ياخد فلوس. فقال له طيب، اتوسط عنده إنه يكتب عليه صك يطلع بس البابا من السجن، واحنا نحاول ان احنا نجمع فلوس. فالوزير ده راح لاحمد ابن طولون وقال له هم معهمش فلوس، وانت مش هتاخد فلوس ومش هتستفاد حاجه بسجن البابا. هم بيعرضوا راي انك تكتب على البابا صك بالفلوس اللي انت عايزها وتطلعوا يلمهم. قال طيب هكتب صكين، الصكين ب20,000 دينار، 10 دلوقتي و10 بعد 4 شهور. 10,000 دينار ده كان رقم ضخم جدا جدا. طب البابا هيعمل، قال بعد يدفعهم الاول بعد شهر، اسف صك بعد شهر وصك بعد 4 شهور. خرج البابا، وبرضه نذكر التاريخ ان الوزير ده دفع 1,000 دينار، الوزير المسلم، عشان البابا يطلع، واتلم من الاقباط 2,000 دينار. وفي تجار مسلمين، انا بذكر الكلام ده عشان تعرفوا كويس ان احنا بنذكر ده في التاريخ ايضا، زي ما بنقول ان في حاجات مش كويسه نقول في حاجات كويسه، دفعوا 7,000 دينار استلفناهم، يعني التجار الاقباط استلفوا من التجار المسلمين 7,000 ودفعوها لاحمد بن طولون. واضطر البابا انه يبيع اوقاف كنيسه الاسكندريه علشان له عليه 10,000 دينار بعد 4 شهور، والأوقاف ما كفتش الفلوس. فنزل البابا راح على الشرقية علشان يطلب من الأقباط في كل مصر، ابتدى بقى من الشرقية هينزل على الصعيد يلف يشحط البابا كالعادة، لما كان بيطلب منه كده البابا كان ينزل يشحط نتيجة الوضع اللي حطوه فيه الوالي. وهو راح الشرقية طلع راهب من الدير غير معروف، راح يتقابل مع تلميذ البابا وقال له قول للبابا ما يلمش حاجة لأني أحمد بن طولون هيموت بعد 40 يوم. وفعلا بعد 40 يوم مات أحمد بن طولون، وجه ابنه خماروي سنة 875 اتولى الحكم، وأول حاجة عملها قطع الصك اللي كان على البابا خائيل. قعد البابا 25 سنة على الكرسي، واتنيح سنة 894. و معلومة عايز أقولها لكم، يعني وقت الفترة دي 894 الأقباط تعدادهم كان 5 مليون، عند دخول العرب الأقباط تعدادهم كانوا 24 مليون، يعني من 640 ل 894 نتيجة الأحداث طبعا يعني. لكن وقت أحمد بن طولون كمان حصلت أحداث تانية اللي أنا قلت لكم هحكيها لكم بقى. الأقباط وقتها كانوا هم أرباب الفنون والصناعة والتجارة، كانوا هم اللي أمهر صناع كانوا أقباط، وأمهر مهندسين كانوا أقباط، وأمهر تجار كانوا أقباط. وقتها كان أحمد بن طولون ده كان عايز يعمل مصر يعني مملكة كبيرة، وكان عايز قلت لكم انه ابتدى يعمل مدينه القطائع دي اللي هي مدينه بتاعته دي اللي جنب الفسطاط، فكان عايز يعمل مجرى مائي يوصل الميه للمدينه دي بطريقه حديثه بدل ما السقه يخش يلف على البيوت. فوقتها جه مهندس قبطي اسمه ابن كاتب الفرغاني،
وقال له انا عندي مشروع اقدر اعمله لك اوصل لك الميه للمنطقه دي، اللي هو مشروع اسمه ايه دلوقتي؟ مجرى العيون. ده اللي عمله مهندس قبطي ابن كاتب الفرغاني. ويوم افتتاح المشروع احمد بن طولون جه يفتتحه ويشوف المعجزه الهندسيه الفظيعه اللي الميه بتنزل في مجرى معموله توصل الميه دي، كانت طبعا انجاز وقتها يعني. بس للاسف العمال نسيوا كوم التراب في الطريق اللي هيمشي فيه الحصان اللي ركب عليه الوالي احمد بن طولون، وهو معدي التراب ده كعب الحصان، وقع الوالي من فوق الحصان. طلع الوالي وركب الحصان وقال لهم اسجنوا المهندس، ازاي يسيب كوم التراب، وسجنوا الراجل. قعد في السجن لحد ما احمد بن طولون فكر عايز يعمل جامع، فقال لهم عايز اعمل جامع تحفه فنيه مش موجود خالص في مصر. فجي مهندسين كتير وقالوا له هنعمل لك جامع تحفه فنيه، بس الجامع ده محتاج 300 عمود رخام مخروط قوي. قال لهم بس انا عايز الحكايه دي بسرعه. قالوا له بص الاعمده دي مش موجوده غير في الكنايس، ايه رايك نروح نهد شويه كنايس وناخد الاعمده نعمل بيها الجامع ده؟ وصل الكلام ده لابن الكاتب الفرغاني المهندس الشهير الفز ده، فعرف ان هيتهد كنايس عشان يتعمل الجامع. فراح بعت لابن طولون وقال له عندي تصميم اعمل لك جامع ما حصلش في العالم كله من غير ولا عمود، ودي كانت وقتها معجزة فنية هندسية. قال له هحتاج بس عمودين اتنين يشيلوا القبة اللي في النص. اللي منكم مهندس وعارف عارف ان ده انجاز في عصره سنة 880 ميلادية، يعني ده انجاز يعني. فراح خرجه من السجن وقال له تقدر تعمل كده؟ قال له هعمله لك معجزة فنية. قال له اعمله. وفعلا الجامع الوحيد اللي مبني القبة على عمودين اتنين بس. وفعلا احمد بن طولون لما شاف الجامع كده وشاف الحكاية دي انبهر، وقال له يا ابن الكاتب الفرغاني انا عايز هدي لك حاجة ما حصلتش، هديك هدية انك يطلع لك مرتب شهري وانت قاعد في بيتكم. وبعد شويتين قال له انا عايز استفيد منك اكتر من كده، انا عايزك تعمل لي كل المباني اللي انا هبنيها، بس انا عندي شيء وحيد علشان اضمن ولائك. قال له ايه؟ قال له سيب المسيح. قال له لا. قال لهم اقطعوا رقبته. وقطع رقبته. المهم انه في اخر حياة احمد بن طولون عي مرض خطير، وعمل دعوة غريبة جدا احمد بن طولون. راح قال للبابا هات تعال انت وهات الأساقفة، ودعا المشايخ برضو مشايخ المسلمين، ودعا البابا والأقباط والأساقفة، قال لهم تعالوا صلوا لي علشان أخف. ربنا ما سمحش ومات أحمد بن طولون، وتولى بعد منه خمروي مصر ولاية مصر. وأحمد خمروي ده أحد أسرار التاريخ، لأنه كان صديق جدا للأنبا بخوميوس أسقف طحا وقتها، وكان ويقال ان خمروي كان له قلايه جنب الرهبان. ده الكلام اللي بيقوله التاريخ. تقول لي ايه ده؟ ايه الضيق اللي احنا مرينا بيه ده؟ اقول لك خلي بالك هذا الضيق يوازيه ايضا مجد. الله ما سابش الكنيسه. حتى حينما كان يسمح باي ضيقات كنا بنسمع في نفس التاريخ برضه على أمجاد، زي ما عمل مع يوسف الصديق، سمح بأنه يتباع من إخواته. وإحنا بنقرأ الصورة دي ونتأمل نقول إيه الخيانة دي؟ أقول لك آه، بس بص يوسف الصديق بقى إيه، سمح ألام في السجن، بس مع هذا أيضا في السجن في مجد، سمح ألام في مصر لكن أيضا في مجد. وزي أيوب سمح له بتجربة عنيفة جدا، وحتى الأصحاب كانوا بيتريقوا عليه، وحتى الأقارب كلهم باعوه وقالوا عليه كلام وحش جدا. تقول لي ربنا سمح بده ليه؟ أقول لك علشان جملة في النهاية قالها أيوب، قال له بسمع الأذن قد سمعت عنك.
أما الآن قد رأتك عيني. ها؟ عايز تعيش مع المسيح وفي تباعد، ولا تخش تحت الصليب معاه وتاخد هذا المجد بتاع الألام؟ عشان كده قال في العالم سيكون لكم ضيق، ولكن ثقوا أنا قد غلبت العالم. فعلا هذه الأمجاد التي نتكلم عنها لم يكن أبدا ممكنا أن تعطى ما لم كنا نتألم معه. هو في السفينة وسط أمواج، وسط ضيقات، وسط ألام. قد يدخل أحد منا زي التلاميذ ما قالوا له أما تبالي أننا نهلك؟ أنت سايب الكنيسة كده ليه؟ أما هو قال لهم أين إيمانكم؟ أستطيع أن أنتهر الريح. أما ليه ما عملتش كده؟ تدبير. تدبير ده اللي يقول عنه آية في سفر أشعية 28-27 قوية جدا. يقول كده ربنا، يقول بالقضيب يخبط الشنيز. الشنيز ده اللي هي حبة البركة. بالقضيب بعصايا يتخبط كده الشنيز دي تطلع حبة بركة، مش لوحدها كده. والكمون بالعصا، ويدق القمح أيضا. هذا أيضا خرج من قبل رب الجنود، عجيب الرأي عظيم الفهم. يعني إيه؟ يعني يقول بالبكر، يعني بالآلة، آلة الآلة التقيلة قوي دي تمشي على القمح عشان تطلع القمح، ويتخبط الكمون بالعصاية، وبالقضيب بالعصاية يتحبت البركة. بصوا الفرق، بعصاية صغيرة حبة البركة، عصاية أكبر الكمون، بآلة ضخمة القمح. علشان إيه؟ عشان في الآخر تطلع لنا الحبوب دي. هو عارف بقى إمتى يضرب بعصاية، وإمتى بعصاية أغلظ، وإمتى يسمح بالآلة التقيلة إنها تدخل على القمح. هو حاسب ده كويس. يقول عجيب الرأي عظيم الفهم. هو فاهم كويس. هو الوحيد اللي لما نقف قدامه نقول له حسب إرادتك ومشيئتك، لأننا ندرك أن كل شيء من إيده خير. ماري إسحاق يقول كده، هو يقول إن طلبت من الله شيئا وتأخر استجابتك لا تحزن، لأنك لست أحكم منه. أم بنطونيوس، وده هختم بيه، مرة كان قاعد كده وهو بيتأمل في أحكام ربنا، ومرة وجات له فكرة غريبة قوي. قال له كده، قال له يا رب لماذا يموت قوم بأعمار قصيرة وآخرون يموتون بعد شيخوخة طويلة؟ لماذا يوجد فقراء محتاجين وأغنياء عندهم ثراء كبير؟ كيف يكون أشرار وأغنياء وأبرار مذلولين وفقراء؟ لماذا البعض عميان وآخرون مبصرون؟ لماذا يمرض الأبرار بينما أشرار أصحاء؟ بعد ما قال الكلمتين دول جاله صوت من السماء قال له كده، تأمل يا أنطونيوس في نفسك فقط، لأن هذه كلها حكمة الله، ومعرفة هذه الأمور لا توافقك. يعني مش عقلك اللي هيقدر يقبل ده، ولا عقلك اللي هيقدر يجيب ده. فكر في نفسك بس، انظر إلى أحكامه كلها خير. النهاردة وإحنا بنقول صفحة من التاريخ اللي فيها تألمنا، واللي فيها أخذنا اضطهادات، لكن أخذنا أيضا مجد. ظهور ربنا في حياتنا قوي مش بضعف. وجود المسيح في الكنيسة قوي، ولا يوجد أبدا عصر في الكنيسة فيها ضعف. لإلهنا كل المجد والكرامة للأبد. أمين.